الناس اللي بتجوع في اخر الليل بقى دي وبتكسل تقوم تعمل اكل لنفسها، فانا جبت لكم الحل. طب يا جماعه انا دلوقتي طلبت اوردر سمك من مكان اول مره اطلب منه في حياتي، واول مره اعرف ان المكان ده موجود على الخريطه اصلا. لقيت عرض عندهم كده اسمه الدويتو تقريبا، فطلبته. فتعالوا نجربوه سوا. ده بقى الشكل بتاعه. العرض ده بيبقى عباره عن سندوتش جمبري، مكرونه برده جمبري بالحجم ده، بس هي متلحوسه ومتبهدله اكيد بسبب الدليفري. انتوا ما تعرفوش انا متحمس قد ايه عشان اجرب المكان. ابتدوا اول حاجه بقى هو سندوتش الجمبري. مبدئيا كده الباكجنج بتاعه حلو قوي، متدبس من هنا يعني مقفول كويس عشان ما يبردش. الاوردر قعد بتاع ساعه تقريبا قبل ما جه، اكتر بتاع ساعه ونص. بصوا بقى شكله متغلف تاني، بس هو حجمه صغير جدا، صغير جدا على الحجم اللي هم عارضين. بص شكله، فهو على شكله، فهو شكله ساندوتش جمبري كده ابن ناس كده يفتح نفسه. يبتدي 12 جمبري تقريبا مع صوص المايونيز والكولسلو. شكله جامد قوي، بس هو في العيش الباتيبان لو العيش الفرنساوي الصغير ده بتاعنا. بصوا حجم الجمبري عامل ازاي، ما صغير حلو. هي ريحته تروح ان هو شارب زيت. فهندوق دلوقتي ونشوف. بسم الله. مبدئيا كده يغلي العيش فريش وباين عليه ان هو طازج. كميه الجمبري اللي فيه مناسبه قوي على سعره، بس كنت اتمنى ان هم يزودوها شويه. حوار جامد قوي، عكس ما انا توقعته خالص. انا قلت الجمبري هتبقى شاربه زيت كده وطعمها مش احسن حاجه، بس هم بس لو يزودوا الكميات كل حاجه تتظبط. طعمه خطير، هم محتاجين يكتروا المايونيز شويه والكولسلو، كان هيبقى الطعم في حته ثانيه. سلام بقى لو يزودوا شويه جمبري، فالساندوتش ده مش ناقصه حاجه. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، وطبعا باين على وشي انا كنت مبسوط ازاي. تعالوا بقى نخش على ثاني حاجه، وهي المكرونه جمبري وايت صوص. ده بقى شكلها بعد عيني ما اتطحنت مع الدليفري. الدليفري شكله كان مستعجل. تعالوا بقى كده نفتحها سوا، هي مفتوحه منين، بس هي شكلها اتبهدلت جامد قوي. بصوا كب منها حاجات بسيطه في السكه. شكلها جامد قوي. المنظر اصلا كده لوحده مع ريحتها، فانت هتجوع لو مش جعان. شكلها جامد قوي مع الجمبري كده، شكلها مليان جمبري اصلا كمان. بصوا الجمبري، الجمبري طالع على الوش من كتر. بسم الله. انا الحقيقه مش عارف هو الجمبري طالع على الوش من كتر ولا هم حاطين جمبري على الوش، بس طعم الوايت صوص في المكرونه دي مختلف جدا، كان طعمه جديد عليا. مش عارف، حاسس في حاجه، حاسس الجبن كتيره. يمكن يبقى في ميكسات جبن كتيره في بعض، فانا مش عارف احدد الطعم بالظبط، بس هي طعمها مكرونه وايت صوص مختلف جدا. طعم الجبن واضح قوي، اللبن واضح في الوايت صوص اصلا، بس حاسس في حاجه ناقصه. مش عارف، حاسس في حاجه ناقصه، حاسس ان في حاجه كده لو كانوا عملوها كانت هتنقل الطعم في حته ثانيه. اصلا المكرونه مستخدمينها. الصوص حلو بس طعمه مميز كده، والجمبري كتير، بس الجمبري حجمه صغير جدا، بس طعمه غريب برده. الصوص يا جدعان جامد قوي، ما اظنش ان انا هقدر اخلص الوجبه دي لوحدي. جماعه، وبالمناسبه الوجبه دي دسمه قوي، يعني انت اصلا مش هتقدر تخلصها لوحدك. مكرونه وايت صوص طعمها مختلف كده، بس هتعجبك قوي. العرض ده اسمه الدويتو، وهو تقريبا العرض ده اصلا يكفي اثنين، يعني انا اصلا اكلت ساندوتش الجمبري وخلاص كده، كفايه على كده. كم معلقه كده من المكرونه وشبعت، يعني انا سايب بتاع نصها تقريبا. العرض ده سعره 85 جنيه. المكان ده اسمه سي سول تقريبا، وعندهم فرعين، فرع في ميامي شارع العيسى، والفرع الثاني في الازاريطه.